حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس بحملة تنظيف لجزيرة السافلية، وذلك عشان تنظيفها من المخلفات التي يرتكبها المرتادون ويشوهون المنظر الجمالي والعام للجزيرة. نعم حمد، وقام القسم أيضا بدعوة الصحفيين بهدف توعية رواد الجزيرة بالمحافظة عليها وعدم رمي مخلفاتهم في المياه ووضعها أيضا في الأماكن المخصصة لها. على بعد حوالي 15 دقيقة بالقارب من الدوحة تقع جزيرة السافلية التي تعتبر مقصدا سياحيا يجذب الكثيرين خاصة في عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالشاطئ المميز والأجواء الهادية. ورغم توفر الجزيرة على بعض المرافق كالمظلات وانتشار حاويات القمامة، إلا أن مشهد النفايات المرمية في أرجاء الجزيرة يدل على عدم وعي بعض روادها بأهمية الحفاظ على المنظر الجمالي والبيئة السليمة لهذا المكان السياحي الهام. ولعل هذا ما دفع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتنظيم حملات دورية لتنظيف الجزيرة وتوعية الجمهور بأهمية نظافة الوجهات السياحية وغيرها من الأماكن. احنا اليوم مع قسم الشواطئ والجزر ان شاء الله في حملة تنظيف لجزيرة السافلية، والاخوان ما شاء الله منتشرين في الجزيرة حاليا، قايمين بالواجب وما مقصرين، واحنا يعني ناشد المواطنين والمقيمين مرتادين الجزيره يعني بالحفاظ على المكان بصراحه يعني الممتع، على اساس يكون يعني دائما اي زياره له في نهايه الاسبوع تكون مكانك نظيف. قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ينظم بشكل دائم حملات مماثلة لتنظيف جزيرة السافلية وغيرها من الجزر والشواطئ في الدولة. نشاط قسم الشواطئ والجزر كثيرة، يعني أول شيء تنظيف الشواطئ، تنظيف الجزر، وضع حاويات على الجزر، وضع مظلات على الجزر. هي طبعا عملية مستمرة دائما في الجزيرة السافلية، هي كل أسبوعين احنا نقوم بحملة نظافة في الجزيرة، وهدف الحملة هذه توعية الناس. رواد الجزيرة من الشباب عبروا عن سعادتهم بعملية تنظيف الجزيرة وطالبوا بتوعية مختلف الزوار بالمحافظة على نظافتها. والله هذه الجزيرة تقريبا احنا نجيها بشكل يومي، او في ناس يجونها بشكل ويكند يعني في الايام الاسبوع، فهي تعكس نظافة بحر قطر تقريبا، لان دائما السياح اذا يجون قطر ولا اذا بينزلون من لا ولا بينزلون من اي مكان، اول مكان يتوجهون له جزيرة السافلية، فعشان هالشيء لازم انها تكون نظيفة. والله اشوف انها جزيرة حلوة، ويجب على كل مرتادين هالجزيرة والشباب والسياح انهم يحافظون على نظافة الجزيرة وما يوسخونها، يعني موجودة الحاويات كل مكان، يقدرون ان يخلصوا يقطون الاغراض في الوساخة انتم كرامة في الحاوية، عشان يكون منظرها جميل وكل الشباب اللي انجوا والسياح انه يستانسون ويجلسون في مكان نظيف. وفي نهاية حملة تنظيف جزيرة السافلية تم جمع كميات كبيرة من النفايات لتحميلها على القوارب بهدف نقلها إلى المدينة للتخلص منها بعيدا عن أرض الجزيرة. هذا في شأن آخر أعزائي المشاهدين، بادرت شركة قطر للأسمدة الكيميائية قافكو بتقديم محطة تبادل حراري إلى مركز أبحاث الغاز في جامعة قطر. قدمت شركة قطر للأسمدة الكيميائية قافكو مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة، من خلال تجهيز وتركيب محطة تبادل حراري كاملة لمركز أبحاث الغاز في جامعة قطر. في المبادلات الحرارية اللي تستخدم مياه البحر في المصانع، نواجه تأثير درجة الحرارة ومياه البحر على هذه أنواع الميتال هذه اللي نستخدمها، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل مبدل حراري، بيكون معمل تجريبي صغير بالنسبه لطلاب جامعه قطر، ممكن يتعلمون شلون يشغلون مصنع مصغر في هالحاله، في نفس الوقت احنا نعمل بحوث
عشان نعرف نوع الحديد اللي ممكن نستخدمه اللي يقاوم الصدى من مياه البحر. تعد المحطة انموذجاً مصغراً من وحدات التبادل الحراري التي تستعمل بشكل واسع في الصناعة، ولأن شركة قافكو إحدى الرعاة الصناعيين لمركز أبحاث الغاز منذ افتتاحه سنة 2007، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار استمرار دعم الشركات الرائدة في الصناعة والطاقة لمركز الأبحاث. هذا المشروع مهم جداً، لأن غالبية المصانع في دولة قطر تعتمد بشكل أو بآخر على عمليات تبريد سواء بماء البحر أو المياه العادية. كذلك تأتي أهمية هذا المشروع بالنسبة للتعليم، طبعاً بالنسبة للطلبة كنموذج مصغر لما يستطيعون أن يروه في الصناعة. الصناعة هي نتاج للتكنولوجيا ونتاج للأكاديمية اللي قاعدة تصير في الجامعات، فبالطريقة هذه إحنا نقرب الطلبة وفهمهم لواقع الصناعة. وهذا المصنع اللي نشوفه قدامنا الحين هي عبارة عن أسس كل المصانع. تكمن أهمية محطة التبادل الحراري بالنسبة لمركز أبحاث الغاز في استخدامها كوسيلة محاكاة لتعليم وتدريب طلبة جامعة قطر، كما أنها تفتح آفاقاً واسعة وجديدة في سياق البحث العلمي والتطبيقي في مجالات التآكل وكفاءة الطاقة. أعزائي المشاهدين، يعني أن يكون النازح طفلاً فقيراً مصاباً بالسرطان فهذا هم لا يحتمل، وكأن مصيبة فقدان الوطن وحدها لا تكفي. أحمد طفل لم يحتفل بعيد ميلاده الأول بعد، مصاب بالسرطان، لم يجد أبوه أمامه سوى باب العيادات النموذجية الإلكترونية فاستقبلته وفزعت له. خلونا نشوف هذه التفاصيل في هذا التقرير. لا تحتوي رحلة النازحين السوريين إلى لبنان إلا حكاية حزينة نتيجة منفى قسري لا شيء فيه إلا المعاناة، يكون المرض بلا شك أصعبها. أحمد طفل لم يبلغ بعد عامه الأول، مصاب بمرض السرطان في أسفل البطن، يعيش مع والده علي في حي فقير شمال لبنان. كان الهم الأكبر لوالده أن يعالج أحمد ويراه يتعافى ويلعب كبقية الأطفال، فطرق باب العيادات النموذجية القطرية بعدما ضاقت به السبل طالباً العلاج لابنه. اتصل بنا السيد علي شبيب وطلب منا إمكانية أنه نتكفل كمركز قطري ممول من سمو أمير دولة قطر بابنه. ابنه بده يخضع لعملية جراحية لأنه عنده سرطان. قررنا أنه نتكفل بهذا الطفل وأنه نتابع وضعه حتى نأمن له أنه الصحة. يعني كل هالمشاريع الطبية وكل هالخدمات اللي تقدم للاجئين السوريين عم بتخلينا كل يوم بنرسم بسمة جديدة وبنساعد عائلة جديدة على الشفاء وعلى حياة أحسن وأكرم. بعد تشخيص حالته قرر الأطباء إخضاعه لعملية جراحية سريعة مصحوبة بعلاج كيميائي لإنقاذه من الموت. بس وصل لعندي أحمد كان في عنده مثل ورم، وعلى الأرجح كان ورم سرطاني. أول ما شفته الورم كان أخذ كل المنطقة التحتانية وممتد لقلب البطن، وورم كان كتير كبير. العلاج الكيميائي أخذ 4 جرعات، والأربع جرعات صغروا حجم الورم السرطاني كتير بشكل صار فينا نستأصله جراحيا، يعني ممكن يصح ب 86%. ولو ما صارت هالموضوع هيدا كان عنده أمل أقل من 11% أنه ضل عايش لو بس بدنا نعمل جراحة أو بس بدنا نعمل كيماوي. بعد مرور أسبوعين على العملية ها هو أحمد اليوم يلهو ويلعب ويستعيد عافيته شيئا فشيئا، لكونه قد تعافى بنسبة 85%، بخاصة أن متابعة العلاج الكيميائي والمتابعة النفسية كان لهما أثر كبير عليه.
منواكبهم نفسيا ومعنويا لحتى اللي هن يقدروا يتحملوا هالفترة ويتجاوبوا معنا ويشوفوا انه باخر الطريق في شفاء لهالطفل، لانه نسبة الشفاء لأحمد كتير عالية، عم نحكي عن 90% نسبة شفاء نهائي من هالورم الخبيث اللي عنده اياه باسفل البطن. كان وضعهم اول شيء صعب لانه بدهم يتقبلوا المرض عند طفل وحيد عندهم عمره 9 شهور، اول طفل، اهل يعني منهم صغار بالعمر، يعني بدهم يفهموا شو طبيعة الورم، بدهم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الطفل، بدهم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الفريق الطبي، يعني في صعوبات كتير عليهم. احمد كان كتير اول شيء وضعه صعب، وتأمنت العملية الحمد لله رب العالمين وعملنا له العملية. بعد العملية يعني تحسن كتير كتير منيح، حتى انه المرض بعد ما عملنا له فحوصات دم وهيك انه قالت للدكتورة انه الحمد لله ما في اي شيء، بس بقى مراقبة عنده بعد العملية. وساعدونا غطونا العملية كلها، العيادات الطبية النموذجية القطرية انه تكفلوا بموضوع العملية وكتر خيرهم على هالشيء والله يبارك فيها. مرة اخرى يمنح مركز العيادات النموذجية القطرية الامل لمن فقدوه بعدما اصبحوا ضحايا منسية في حرب عبثية، وما اضيق العيش لولا فسحة الامل. مثل ما شفنا وياكم هذا التقرير، نسأل الله يعني الشفاء لكل مريض مصاب بهذا المرض، وهذا أعزائي المشاهدين مثل احنا ما شفنا وياكم هو أمل ونبتة أمل لكل من ابتلاه الله أو امتحنه الله على وجه الأخص بهذا المرض. نسأل الله عز وجل السلامة للجميع والعافية بإذن الله تعالى. اللهم آمين. اللهم آمين. إذن حمد أظن أنت وصلنا لنهاية البرنامج. نعم خلاص. إذن وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم تراحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق العمل من خلال المشاركة عن طريق تويتر هاشتاج برنامج ترحيب، وعندكم الانستغرام الريان تي في. نرحب أي اقتراح وأي استفسار. في أمان الله. في أمان الله.